خلونا بقى نبدأ حلقتنا النهارده، خلينا نروح نشوف أهم العناوين ايه. الخطيب يرأس اجتماع اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي. الأهلي يستجيب لرغبات الأعضاء في النسخة الأخيرة من لائحة النظام الأساسي. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بطل غينيا. الكشف الطبي يحسم موقف سعد سمير. أجيري يختار 12 محترفا لمواجهة سويسرا. مصر تتقدم مركزا وحيدا في تصنيف الفيفا الشهري. طرد رونالدو في مباراة يوفنتوس وفالنسيا يثير الجدل.